تنزل الشريحه دي والضوء يعدي من هنا وبعدين يبتدي يحفر الضوء بيحفر في اكاسيد الفضه والحاجات الكيميكالز اللي محطوطه على الشريحه دي وبعد نص ساعه ساعه حاجه زي كده الراجل بيشيلها تمام بيطلع عليها الصوره الصوره بتطلع بهدف هو كان بروسس احنا اتعلمنا فيه يعني ازاي نعمل افلام كان اول فيلم ليا واول فيلم ليك كممثل واول فيلم محمد كسلاريس ومصور ايه كل الناس يعني مصور فلو عندكم بقى اي اسئله بعد العرض احنا موجودين يعني. وانتوا خدتوا بالكم ان انا كنت حيدر يعني وكنت طبعا زي ما انتوا شايفين كده مكشوف على طول وقاعد على جنبه فهي اختارتني عشان كده اصلا لو ما قدرتش تكسب الجمهور من اول 10 دقايق في الفيلم مش هتكسبهم بقيه الفيلم عشان كده في ناس اول الطريق بياخدوا جنيه على كل لفظ ادهم بقى طبعا كله ده على اقل اقلين احنا الشخصيات اللي جوه الكادر ده اسمه كادر